طبعا احنا الحين عندنا ضيف في الاستديو اشتهر في مقاطع واسلوب كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي. ضيفنا هو محمد البلوشي والمعروف بيونسني. رحب فيك طبعا. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. يا مساء الخير. اهلا يا مساء الخير. وانتم بصحه وسلامه من العايدين والغانمين والفايزين. الله يحفظكم. وياك ان شاء الله يا رب. انا اشوف ما شاء الله شعار الامارات والسعوديه. شفته يعني؟ ما يحتاج ما شاء الله يبرق يبرق. الاماراتي سعودي والسعودي إمارات. حتى ثوبك ما شاء الله. أنا وين؟ أنا في الـ MBC سيدي سعودي. نورتنا. فلازم أكشخ عدل. كفو والله. في كل مكان لازم أكشخنا. عين البخت عليك ما شاء الله تبارك. ونسني من الآخر. من فين جات هذه العبارة وكيف بدأت؟ الله يطول عمرك. ونسني أول شيء هذا اسمي الفني أو اسمي في السوشيال ميديا. إيه. ونسني من الآخر وانسى معاي الهم. الدنيا ما تسوى بحزانها نهتم. يعني شو يعني مستانس على طول ما شاء الله. ونسني هذه جت من عند صديق. كان عندي صديق دائما معي بس هذا مو فرحان. انا من الناس اللي يفرحون. انا من الناس اللي يقوم من النوم مستانس ما شاء الله. هذا يقوم من النوم زعلان. كل ما اتصل فيه يشتري. يقوم مطنقر مطنقر بعد لو كان عشان اقول لك الحين يقوم 14 واحد قايمين معه في راسه. الحين اتصل اقول له صباح الخير. قال لي يا ريال تدري عندي مشكله. اقول له مساء الخير نفس الشيء. قلت شوف خالي اي وقت اتصل فيك عطني خبر زين يا اخي ونسني يا اخي. فكل ما يتصل لي اقول له ونسني. اقول له الو اقول له ونسني. وتمت كذي وعلقها عليك. علقها علي. بعدين لما دخلت السوشيال ميديا اول ما دخلت السوشيال ميديا قلت يا جماعه الخير اللي بيتابعني لازم يونسني. لازم يونسني. تحزني واحد يضنقر عندي ولا ينوفس يا وين. ابعد عني على طول. ابعد عني. طيب انا اشوف ما شاء الله تبارك الله يا محمد اللي يتابعك واللي ما شاء الله يتابع احداثك او تنقلاتك او الاشياء اللي انت تنشرها في السوشيال ميديا. انت مركز على موضوع الازياء. وش سالفتك مع الازياء؟ عطني هالتفاصيل. صراحه احب الفاشن. اي ترى الفاشن والازياء مولوده وياي. احيانا واحد يقول لي تبالغ. ترى شوف هذا في دمك. الفاشن في دم الانسان يولد وياك. هذا تحب الكشخه. آه الله. شو ما تحب الكشخه يا ريال. انا اذا اعطس الحين بدله اطيح من خشخه. لا تكفى. لا 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 والله يا خوفي تعطس تنزل كورونا كلها الحين. ترى اقول لك من كثر ما احب الفاشن اذا اعطس بدله اطيح من خشخه. غير العطسه تكفى. لا ما بعطس خلاص. طب يعني يا رب يدم هذا طبعا السعادة والابتسام والطاقة الإيجابية. الفترة الأخيرة يعني في أزمة كورونا والجائحة كان في كثير أخبار سلبية بنسمعها. نعم. بنشوفها في الأخبار وفي كل مكان. نعم. كيف كان دورك الإيجابي؟ كيف حسيت تفاعل الناس مع يعني بعد ما يشوفوا سناباتك؟ وحسيت مسؤولية بواجبك برسم الابتسامة؟ صدقيني أنا في يعني شوف يقول لك رب ضارة النافعة. إيه؟ أنا في الكورونا خليت العالم كله تونسون. ليش؟ انا ترى انا الشخص ما يجلس في البيت. كله برا اسي مطاعم محلات سفرات اسافر وايد. لكن الكورونا خلتني اجلس في البيت. فالكل ينصت لي ويطالعني. علمتهم الطبخ. علمتهم مثلا تدري يعني يوم تكلمت عن الكورونا عشان لا تطلعون برا حافظوا على اعماركم لا تسيرون في اماكن مزدحمه. تكلمت خمس لغات. تكلمت حق العرب وتكلمت حق الانجليز وحق الهنود وحق الروس وحق كل حد. حق البلوش. تعرف روسي؟ اعرف روسي يا رجل. نعم طبعا لانه زوجتك روسي. صحيح بغلي فرنسي. لا هذا فرنسي. يعني هو روسكي كان يشتغل. كيف تعلمت اللغه الروسيه؟ تعلمت اللغه الروسيه من حاجتين. ايوه اول شيء اول حاجه انا رجل اعمال ترى ما شاء الله. كانت عندي مطاعم مجموعه مطاعم فكانت يعني الزباين مالي كانوا روس. هالكلام في 96 ايام قمه الروس. لا تكبر عمرك. لا بعدني صغير. انا تشوف انا يمكن في الجواز كبير لكن في العمر 12 سنه طبعا. انا توقعت انك 11. امس عاد الارقام الواحد ما يدقق ما تشوف على جوازي الاسم والجنسيه العمر ما في.